زراعيين كانوا عائدين من ضيعة فلاحية، وقد تم نقل الجرحى إلى المركز الإقليمي المحلي وكذا المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط. ريبورتاج عبد الحفيظ المنور ومحمد دريشي. عائلات ضحايا حادثة السير التي وقعت قرب والماس بالخميس تحت وقع الصدمة بعدما فقدوا أهاليهم في الحادثة. والذي يحكي من شهد اللحظة أن الأمر يتعلق بانقلاب حافلة كانت تقل عمالا زراعيين. كنت في بيكو في الخدمة، جانا في العشية مشى يدور ويقلب. كنت 25 24. شفت الوالدة أخويا، أختي بالخطر، وبنت اختها، بنت اختي توفت هي، ولنا جيران، جوج عيالات من الجيران توما توفوا. 4 قتلى والبقية من 20 راكبا كلهم جرحى مع تفاوت الخطورة. تم نقل بعضهم إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات والبعض الآخر إلى الرباط. 14 حالة حالتهم بليغة، حيث كانت هناك كسور وردود في الرأس، وقد تمت الإحالة ديالهم على المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، بينما حالتين تم الاستشفاء ديالهم بمستشفى الإقليمي، وحالتين تلقت العلاج وغادروا المستشفى. وكما تلقينا 4 جثث، بحيث 3 جثث تلقوا المصرع ديالهم في مكان الحادثة، وحالة واحدة توفت بقسم المستعجلات. حادثة سير مفجعة تعيد من جديد مشاهد مؤلمة ترتبط بالسرعة المفرطة والتهور وسوء حالة المركبات،